السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل جريدة الجمهورية. احنا في السؤال رقم 168 في الشكل التالي: عند تحريك المغناطيس نحو الملف بسرعة V من النقطة X الى النقطة Y، فان المؤشر جالفانومتر انحرف وحدتين على اليمين الصفر التدريج، ولو هعيد التجربة تاني بحيث يكون القطب الجنوبي هو المواجه للملف، وبعدين هحركه بسرعة 2V من النقطة، بقى عكس هنا، من النقطة Y إلى النقطة X. خلي بالكو ده كده فيه اختلاف عن الامتحان التجريبي، فإن مؤشر الجالفانومتر هينحرف 4 وحدات نحو اليسار، ولا 4 وحدات نحو اليمين، ولا وحدتين نحو اليسار، ولا وحدتين نحو اليمين. طيب المسألة معايا اهي. أنا عندي هنا الحالة الأولى عبارة عن مغناطيس، تمام، هنا الـ N والـ S بيقترب عشان يتحرك من X ل Y، ده معناه إنه مغناطيس بيقترب وبيتحرك بسرعة V. الحالة التانية إن أنا هخلي القطب الجنوبي هو المواجه للملف، وبعدين هحرك العكس من Y ل X. طيب إيه اللي هيحصل في مقدار الانحراف، وإيه اللي هيحصل في اتجاه الانحراف؟ طيب ماشي. بالنسبة لمقدار الانحراف، احنا معانا هنا جلفانو، والجلفانومتر فيه السيتا بتتناسب مع الاي، فمقدار الانحراف هيتوقف على قيمة التيار، وقيمة التيار تتوقف على قانون فاراداي. طب ليه قانون فاراداي؟ علشان الاي ام اف بتتولد في الملف بحسبها من قانون فاراداي. طيب الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، ايه علاقة القانون ده بالسرعة؟ العلاقة ان في زمن، والسرعة بتتوقف على الزمن. يبقى دلوقتي لما السرعة تزيد للضعف، المفروض ان الزمن هيقل للنص. النص دي تتكتب في المقام، مقام المقام بسط، يعني الاي ام اف تزداد للضعف، يبقى زيادة. يبقى الاي ام اف المستحثة المتولدة في الملف عن طريق قانون فاراداي بتتوقف على السرعة، علاقتها مع السرعة علاقة طردية. فلما السرعة تزيد للضعف، الاي ام اف المستحثة تزيد للضعف، والتيار يزيد للضعف، وبالتالي مقدار الانحراف عشان السيتا بتتناسب مع الاي هيزيد للضعف، فالمفروض 4 وحدات. يبقى الإجابة يا إما رقم ألف يا إما رقم ب. طب عايزين بقى هيتحرك المؤشر نحو اليمين ولا نحو اليسار؟ خلي بالكو قلنا فيه اختلاف عن الامتحان التجريبي. هنا لما الان يقترب، لما المغناطيس دون يقترب بالقطب الشمالي، طبعا الملف ده تبع قاعدة لينز مش هيسكت، هيقول له ابعد. هيبعده ازاي؟ هيتكون على الوجه القريب قطب شمالي برضه عشان يحدث تنافر ويبعده. طيب لما يتكون هنا ان، يبقى يتكون هنا اس، وبقاعدة اليد اليمنى يبقى اتجاه التيار لأسفل. تمام. امتى بقى كده المؤشر ده منحرف جهة اليمين؟ امتى بقى ينحرف ناحية اليسار لو اتجاه التيار ده اصبح لأعلى مثلا في الحالة التانية؟ طب في الحالة التانية هنا خليت المواجه للملف القطب الجنوبي، والمرة دي مش هحركه من X لY زي ما قايل في امتحان تجريبي، لا هنا عكس، هحركه من Y لZ، يعني ده مغناطيس بيبتعد، يبقى القطب الجنوبي بيبتعد عن الملف. طبعا الملف مش هيسكت، هيقوله بتبعد ليه؟ هيقربه. يشده ازاي؟ هيكون هنا N، وبالتالي هيكون هنا S. يبقى مازلنا هنا N وهنا N، يعني بقاعدة اليد اليمنى برضو مازال التيار لأسفل. يبقى إذا هينحرف 4 وحدات جهة اليمين برضو، يبقى الاختيار رقم ب 4 وحدات نحو اليمين. ويا ريت نصلح الإجابة دي، لأنها موجودة في الإجابات إنها ألف، لا بس هنا السؤال اختلف عن امتحان تجريبي، فيبقى الإجابة رقم ب. السؤال 169: إذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي، النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي كام؟ هي 64، وكان أقصى قيمة للتيار الذي يمر بالملف الثانوي تساوي 2 من 100. التيار اللي بيمر بالملف الثانوي 2 من 100، ماشي. فإن شدة التيار المار بالملف الابتدائي بوحدة الأمبير تساوي إيه؟ عايز الآي برايمري، عايز الآي عند الملف الابتدائي. إيه القانون اللي هستخدمه؟ طبعا هستخدم القانون اللي فيه إن وآي، إن إس على إن بي. طبعا العلاقة بين الإن والآي عكسية، فهكتب هنا آي بي على آي إس. هبدأ أعوض إن إس على إن بي 64، الآي بي مطلوبة والآي إس 2 من 100. طيب نضرب طرفين فاصلتين، يبقى الآي بي بتساوي 2 من 100 في 64، هتبقى الإجابة 1.28 أمبير. أدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ألف 1.28.
السؤال رقم 170، إذا أمكننا رفع الجهد إلى 100 مرة قبل النقل عند محطة التوليد الطاقة، فإن القدرة المفقودة في أسلاك النقل سوف تصبح كام مرة مما كانت عليه؟ يبقى الأول لازم نكون عارفين القدرة كانت على إيه عشان نعرف القدرة بقت على إيه. القدرة في الأول، القدرة المفقودة في الأسلاك عبارة عن I تربيع في R، دي الحالة الأولى. دلوقتي هيغير في رفع الجهد، هيرفع الجهد عند المحطة. رفع الجهد عند المحطة هيغير الار ولا هيغير الاي؟ هيغير الاي. ليه؟ لأن احنا عندنا الاي دي اي محطة بتساوي الفي الباور محطة، خلي بالكوا ده باور مفقود، اما ده باور محطة، على في محطة. يبقى في علاقة بين الاي والفي، علاقة عكسية. فلما الفي تزيد لي 100 مرة يبقى الاي هتقل لي 100 مرة. يبقى نيجي نعوض هنا، يبقى نقول الباور مش هتبقى اي واحد، هتبقى عبارة عن اي على 100 بس بكل تربيع في الار، وبالتالي الباور الجديدة هتبقى عبارة عن اي تربيع وربع الصفرين 4 اصفار في الار. طيب نقسم باور واحد على باور اتنين عشان نعرف التغير حصل له ايه. باور واحد على باور اتنين بتساوي اي تربيع في ار، وهنا اي تربيع في ار على 10,000، دول هيروحوا مع دول مقام المقام بس يبقى 10,000. خلي بالكم انا مش بجيب النسبة، انا ما حلتش لسه، انا عايز الباور اتنين بقت كام. نضرب طرفين في وسطين، باور واحد بتساوي 10,000 باور اتنين. طب انا عايز اعرف باور اتنين حصل لها ايه، يبقى باور اتنين بتساوي باور واحد على 10,000، يعني تعتبر قلت لواحد ل10,000 بالنسبة للأصلية، يعني هختار الاختيار رقم د، 1/10,000. السؤال اللي بعده 171، في الشكل الموضح إذا كان المحول مثالي. محول مثالي يعني القدرة عند الملف الابتدائي بتساوي القدرة اللي عند الملف الثانوي. لو عندي ملفين ثانويين يبقى الباور بي بيساوي باور اس 1 زائد باور اس 2. طيب هو دلوقتي عايز يقول لي العلاقة كل الاختيارات بين ال في اس 1 و في اس 2 و في بي. ادام المحول المثالي في علاقة طردية بين ال في و ال ان وعدد اللفات، فاحنا بنقول ايه بقى؟ هنقول ان هنا عندي عدد اللفات 2 ان، وهنا عدد اللفات 2 ان، يعني عدد اللفات هنا قد عدد اللفات هنا، يبقى ال في هنا قد ال في هنا. طيب وهنا عدد اللفات كام؟ 4، يبقى ال في هنا تعتبر ضعف الفي هنا. طب نقول ايه بقى؟ يبقى هنقول الفي هنا اللي هي في اس 1 قد الفي اللي هنا اللي هي في اس 2، واي واحد فيهم يعتبر نص ليا، يبقى عباره عن في بي على 2، يبقى الاختيار رقم الف. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 172، في الشكل البياني يمثل العلاقه بين القوه الدفع المستحثه اي ام اف في ملف ثانوي ومعدل التغير في الملف الابتدائي دلتا اي دلتا تي، فعايز معامل حس المتبادل بين ملفين. احنا عندنا القانون بيقول اي ام اف بيساوي سالب ان في دلتا اي على الدلتا تي. طبعا دي ام اف 2 ده واحد، هنشطب على الصادات، هنشطب على السينات، اذا الميل هو الام اللي هو عايزه، يبقى الميل هنجيب الام، هنجيب الميل، يعني هنقسم 3/10 على 6 هيطلع الناتج 5% هنري، يعني اختيار رقم الف. السؤال اللي بعده 173، في الشكل الموضح اذا كان المحول غير مثالي. عارفين يعني ايه محول غير مثالي؟ يعني القدره مش هتوصل كامله، هتوصل ناقصة، يعني الباور عند الابتدائي مش هيساوي الباور اللي عند الثانوي. ده معناه ان انا لو جمعت الباور اللي جاي هنا والباور اللي هنا هيبقى عبارة عن اقل من الباور اللي جه، يبقى الباور بينتج في الابتدائي، الباور ده بيروح للثانوي، ممكن يروح كامل نقول عليه محول مثالي، وممكن يروح ناقص ونقول عليه محول غير مثالي. فهو قال لي غير مثالي، يبقى معناها ان لو جمعت الباور ده زائد الباور ده هيطلع اقل من الباور ده. طب فين الاختيار بيقول كده؟ الاختيار رقم ج، بس هنلاحظ ان هو كاتب باور اس 1 زائد باور اس 1، لا احنا هنعدل، هنخلي واحد اس 1 والتاني اس 2، يبقى باور اس 1 زائد باور اس 2 هيبقوا اقل من الباور بي، على اساس ان الباور بي هو يا اما يبقى مساوي يا اما يبقى هو الاب، يبقى الاختيار رقم ج. السؤال 174، يمثل الشكل البياني العلاقه بين القوه الدفعه الكهربيه المستحثه الاي ام اف في ملف الدينامو والزمن خلال نصف دوره، فعايز متوسط القوة الدفع الكهربية المتولدة في ملف الدينامو خلال الفترة الزمنية من 0 إلى 1/75 ثانية. طيب احنا معانا رسمة وبيسألني عن اي ام اف المتوسطة.
الاول احنا هنتعامل، هناخد بالنا من كلمة الدينامو ومن كلمة الاي ام اف المتوسطة، متوسط القوة الدفع. طيب الدينامو بنجيب منه الاي ام اف المتوسطة ازاي؟ طبعا بنجيبها من خلال قانون فاراداي. يبقى الدينامو لما باجي اتعامل معاه في حاجة اسمها اي ام اف متوسطة وفي حاجة اسمها الاي ام اف اللحظية. هو بقى بيسألني عن اي ام اف المتوسطة. طيب لما يكون معايا رسمة زي كده أحاول أستخرج منها إيه البيانات اللي ممكن تفيدني في حل المسألة. أولا دي ام اف ماكس لأنها عند القمة، يبقى أنا دلوقتي عرفت إن الاي ام اف ماكس بتساوي 100 فولت. المحور ده مكتوب عليه زمن، والزمن بالثانية مش محتاج تحويل، ومعايا زمن بس أتأكد ده زمن مين. ده زمن نصف دورة. زمن نصف الدورة كام؟ 4 من 100. يبقى الزمن الدوري أضعفه يبقى 8 من 100. إذا كان زمن نص دورة 4 من 100 يبقى الزمن الدوري 8 من 100. يبقى دي البيانات اللي استخرجتها من على الرسم. طيب أنا بالنسبة لي عشان أجيب الـ إم إف المتوسطة أستنتجها في الدينامو بجيبها من قانون فاراداي هو الخاص بالمتوسطات. إم إف بتساوي سالب إن في دلتا فاي على الدلتا تي. بس قانون فاراداي اللي بستخدمه عشان احسب فيه الام اف المتوسطه في الدينامو بتعامل مع الزمن الموجود في المقام على وصفه بالنسبه للزمن الدوري، يعني تمن الزمن الدوري، ربع الزمن الدوري، كام من الزمن الدوري. فهو هنا حدد ان الزمن اللي موجود معايا عباره عن 1/75 بس ايه من الثانيه. انا مش عارفه الزمن ده يعتبر قد ايه بالنسبه للزمن الدوري. يبقى أنا دلوقتي الأول هقول أنا عندي الزمن الدوري 8 من 100، وعندي الزمن اللي موجود في المسألة اللي هيتم من خلاله الدوران 1/75 ثانية. يا ترى الزمن اللي تم خلاله الدوران قد إيه من الزمن الدوري؟ ما تيجي نقارن، نقسم ده على ده، يعني تي على تي بتساوي 8 من 100 على 1/75، هيطلع هنا 6/1، نضرب طرفين فاصلتين، 1 في تي بتي بتساوي 6 تي. انا عايز اعرف الزمن ده قد ايه بالنسبة للزمن الدوري، هيطلع سدس الزمن الدوري. سدس الزمن الدوري دي مهمة جدا عشان لما باجي اتعامل مع فاراداي لازم يكون الزمن اللي هعوض بيه له علاقة بالزمن الدوري. تمام. طيب يبقى انا كده خلصت من موال الزمن والعدد اللفات هنتصرف فيها. دلوقتي ايه دلتا فاي دي بقى؟ دلتا فاي على اساس ان الفيض هيتغير نتيجة الدوران. طب ما الدلتا فاي عبارة عن ايه؟ بي ساين سيتا. يا ترى مين اللي هيسبب التغير؟ الايه؟ لا البي. لا امال مين؟ الزاوية اللي هيدور بيها. يبقى انا يهمني اعرف الزاوية اللي كانت معايا في الاول والزاوية اللي بقت معايا علشان خاطر اقدر اجيب فاي في الحالة الاولى وفاي في الحالة التانية، واقول فاي 2 ناقص فاي 1 واجيب الدلتا فاي. طيب انا هعرف ازاي بقى القصة دي؟ ان انا بعمل اكن ده كده رمز المجال، واقول الملف بادئ من الوضع الصفر يعني الوضع العمودي بالنسبة للدينامو، يعني الزاوية في الاول كانت ب90. فانا هقول الفاي ام في الاول، فاي ام 1 عبارة عن اي بي ساين 90 بـ1، وبعدين هيدور قد ايه بقى؟ هيدور سدس الزمن الدوري، يعني سدس دورة، يعني سدس 360، يعني 60 درجة. طيب لما هيدور 60 هيبقى فين الملف؟ هيبقى هنا. طب الزاوية اللي بين الملف والمجال هتبقى كام؟ هتبقى 30. يبقى الفاي ام الجديدة عبارة عن اي بي ساين 30، ساين 30 بنص يبقى نص اي بي. نبدأ بقى نجيب الدلتا فاي، هنقول فاي ام 2 ناقص فاي ام 1، يعني نص اي بي. هنا ادي الناقص بتاعت القانون اي بي، هيطلع الناتج سالب نص اي بي. لو مهتم بالسالب بتاع لينز، السالب ده هيتضرب في سالب لينز ويبقى بالناتج بالموجب. لو مش مهتم مش مهم السالب ده معانا، المهم المقدار نص اي بي. تعالوا بقى نعوض في القانون فاراداي، هنقول ام اف بتساوي ان في نص اي بي على الزمن بقى، الزمن قلنا سدس الزمن الدوري. الزمن الدوري ده يعني 1/T ده مقلوب الزمن الدوري التردد، فأنا ممكن أحذف الزمن الدوري ده وأكتب التردد فوق. تمام. ونص على سدس يعني 3، يبقى الناتج 3 ناب اف. كده كده القانون النهائي اللي لو عوضت فيه يبقى أنا حصلت على الحل. طيب ماشي، أنا هجيب البيانات دي إزاي؟ أنا عن طريق الـ ام اف ماكس اللي هي بتساوي 100. عارفين الماكس ده يعني إيه؟ يعني ابن 2 باي اف بيساوي 100. طب ما انا عايزه، خلي بالكوا التلاته اهي، انا عايزه ناب اف. طب ماشي، ادي الان وادي الاي وادي البي وادي الاف، ناب اف اهي. يبقى ناب
اف بتساوي 100 على 2 باي. خلاص نعوض هنا، يبقى 3 في 100 على 2 باي هيكون الناتج 47. و77 من 100 فولت. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم الف. السؤال 175 في الشكل محول مثالي، النسبة بين عدد لفاته هي 4 لـ1، ومحددش مين الأربعة ومين الواحد، محددش الملف الابتدائي كام والملف الثانوي بكام. فرض أنه يمكن استخدام هذا المحول كمحول رافع أو خافض، فعند توصيله فتكون النسبة بين أكبر وأقل قوة دفع كهربية يمكن الحصول عليها منه هي كام. يبقى هنا عايزني اخلي المحول ده احصل منه على اكبر قوة دفع كهربية، يعني اخليه رافع، ومرة احصل منه على اقل قوة دفع كهربية يعني اخليه خافض، وبالتالي انا اللي هحدد مين الاربعة ومين الواحد عشان احصل على البسط، يعني للحصول على اكبر قوة دفع كهربية لابد من جعله محول رافع، يعني لازم ال NS تبقى أكبر من NB، يعني ال NS هي اللي هتبقى عددها 4 وال NB هي اللي هيبقى عددها 1، يعني ال NS على ال NB هتبقى 4 إلى 1. تمام، هبدأ بقى أستخدم القانون في الحالة دي. هقول ال VS على ال VB بيساوي NS على ال NB. طيب ال VS اللي هي الأكبر قوة دفع كهربية عايزينها، ال NS على ال NB يعني 4 لـ1، يبقى هنا ال VS اللي هي تعتبر أكبر قوة دفع يعني هتساوي 4 VB، وهسميها المعادلة الأولى. طيب نجيب بقى الأقل قوة دفع كهربية، يعني احنا اللي نخليه محول خافض للجهد، يبقى هقول برضو ال VS بس دي أقل قوة على ال VB بتساوي NS على ال NB. طيب ال VS احنا مش عارفينها، ال V هي هياها، المصدر هو هو، يعني المصدر مش هيتغير، وعندنا عدد لفات الملف الثانوي المرة دي هيبقى هو اللي واحد، يعني هنخلي عدد لفات الملف الثانوي أقل من عدد لفات الملف الابتدائي عشان احنا عايزينه خافض، ماشي. وهنا هتبقى الأربعة، نضرب طرفين في وسطين، يبقى هنا ال VS بتساوي ال VB على 4، يبقى دي VS اللي هي أقل قوة دفع هناخدها من المحول. طيب عشان بقى نعمل نسبة VS أكبر إلى VS أصغر، هيبقى احنا عندنا 4 VB على VB على الأربعة مقام المقام بسط، دي هترمى عديد 4 في 4 يبقى 16 لـ1. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ج 16 لـ1. السؤال اللي بعده، ملف عدد لفاته 100 لفة، مساحة مقطع كل منها مساحة الوجه يعني 20 × 10^4، موضوع عمودين على مجال مغناطيسي منتظم، كثافة الفيض 2/10 تسلا، 2/10 تسلا، فإذا عكس اتجاه الفيض، خلي بالكو ان لما باجي استخدم قانون فاراداي ويتعكس الفيض من الوضع العمودي، فانا بتعامل ام اف بتساوي سالب 2 ان اي بي على الدلتا تي، ادام العكسه دي جت منين؟ من الوضع العمودي، وضحناها قبل كده في فيديوهات كتير. الزمن 2/10 ثانية، فان متوسط الام اف المستحثه هنقول الام اف ادام قلب الملف من الوضع العمودي 2 ان اي بي على الدلتا تي، ودي سالب لينز بس احنا مش ملتزمين بيه في الاجابات اللي موجوده، يعني هنقول 2 عدد اللفات، هيبقى هنا قايل لي خلال، فان متوسط الام اف المتوسطه بيساوي كام؟ قايل لي عدد اللفات هنا ب 100 لفه، يبقى ال 2 × 100 × 20 × 10^4 × 2/10 على 2/10 هيكون الناتج 4/10 فولت. ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم ألف 4/10 فولت. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال 177، ملف مستطيل يدور حول محوره في مجال مغناطيسي كثافته 1 تسلا، يبقى البي بتساوي 1 تسلا، ومساحة وجه الملف المساحة 70 × 10^4، عشان احول سنتيمتر مربع لمتر مربع، ويدور 300 لفة كل نص دقيقة، ده كده اجيب منه التردد، التردد عبارة عن 300، مش هقسم بقى على 60 لانها مش دقيقة، نص دقيقة يعني 30، يطلع 10 هرتز. تمام، طيب وعدد اللفات ال N ب 100 لفة،
ماشي، ده فإن الفترة الزمنية بدءا من الوضع العمودي، عايز الزمن عشان توصل الـ EMF ل 22 موجب لأول مرة في بتساوي كام سنة؟ طيب ماشي، احنا دلوقتي معانا الـ 22 دي EMF لحظية. طيب أنا هقول القانون بتاع الـ EMF انست بيساوي ابن 2 باي اف ساين سيتا. الـ EMF انست ب 22، والA ب70 في 10 سالب 4، والبي بواحد، وعدد اللفات ب100 وادي 2، والباي اللي بره السيتا ب22 على 7، والتردد ب10 ساين سيتا. هقول ساين سيتا تساوي البعيد على القريب، واقول شيفت ساين، هتطلع السيتا ب30 درجة. طبعا الساين سيتا تطلع بنص، وشيفت ساين تبقى سيتا ب30. هو عايز الزمن اللي جوه السيتا. هنقول السيتا دي بتساوي 2 باي اف تي، هو عايز الزمن ده. هقول السيتا هنا ب30، وعندنا 2، والباي اللي جوه السيتا ب180، والتردد ب10 في التي، يبقى التي بتساوي 30 على 2 في 180 في 10، هيطلع الناتج 1 على 120 ثانية. ادور في الاختيارات مش هلاقيها، امال اجيب الاختيار نهون؟ هجيب الاختيار رقم جيم، لان لو اختصرت 5 على 600 هتطلع هي 1 على 220، يبقى هنا الاختيار رقم ج. السؤال رقم 178، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين الـ EMF المستحثة اللحظية في ملف الدينامو، يبقى ده دينامو تيار متردد، فتكون النسبة بين متوسط الـ EMF المتولدة في الملف خلال الفترة X الفترة دي إلى الفترة Y بتساوي كام؟ أكبر من 1 ولا أصغر من 1 ولا بتساوي 1 ولا يمكن تحديد الإجابة؟ تعالوا نبص الأول يعني إيه EMF متوسطة خلال الفترة دي. هي الفترة دي بدأ من وضع مين؟ وضع الصفر، يعني وضع العمودي، الملف بيكون عمودي. وضع الصفر بالنسبة للدينامو يعني الملف عمودي، تمام. عشان يوصل للفترة دي يبقى هو صنع زاوية كام؟ زاوية 60 من وضع الصفر. طيب الـ60 دي قد إيه بالنسبة لـ360؟ يعني سدس دورة. طيب الـ EMF المتوسطة خلال سدس دورة ابتداء من الوضع العمودي، احنا لسه حلينها من شويه، لسه احنا حلينها في المساله دي، تمام. حسبناها 3 ناب اف، يبقى نفس الخطوات اللي فاتت هنطبقها هنا، تبقى اي ام اف المتوسطه خلال سدس دوره، ممكن نحفظها. ولو احنا حافظين الاي ام اف المتوسطه، الاي ام اف المتوسطه خلال سدس دوره، بس خلي بالكوا ده من الوضع العمودي، يعني وضع الصفر بالنسبة للدينامو هتبقى 3 ناب اف. لو احنا حافظينها مش كنا هنحتاج نعمل كل الخطوات اللي هنا، تمام. يبقى ده الاي ام اف خلال الفترة اكس. طيب خلال الفترة واي، خلال الفترة واي عشان يمشي من 90 يروح للمية وتمانين، دي ربع دورة، بس الربع دورة دي ابتداء من الوضع الموازي. ما هنا القيمة العظمى، القيمة العظمى الزاوية 90، بيبقى الملف موازي. الملف الموازي هيدور ربع دورة عشان يبقى من 90 ل 180، يبقى دي كده ربع دورة من الوضع الموازي. عندنا الـ EMF المتوسطة في الدينامو خلال ربع دورة، سواء من الوضع العمودي أو من الوضع الموازي، الـ EMF بتساوي ناب 4F، يعني 4 ناب F. طيب ما أنا عايزة أقسم دي على دي، 3 ناب F على 4 ناب F، هتبقى الحكاية أقل من الواحد، يعني أصغر من الواحد، يبقى الاختيار رقم B. السؤال 179، دينامو يعطي القوة الدفع اللحظية المتولدة فيه من العلاقة الـ EMF بتساوي 200 ساين 100 باي تي. من العلاقة دي فإن القوة الدفع الكهربية تصل إلى 100 فولت لأول مرة بعد زمن قدر إيه؟ عايز الـ EMF دي، المية دي EMF لحظية، عايز الزمن اللي حصلت عنده الـ EMF دي. طيب نتعامل إزاي؟ أول حاجة من المعادلة دي أقدر أحسب الـ EMF ماكس قيمتها 200، ومن هنا اقدر اقول السيتا دي سيتا. السيتا عبارة عن 100 باي تي، وانا عندي السيتا 2 باي اف تي هتساوي 100 باي تي. الباي هتروح مع الباي، والتي هتروح مع التي، هيبقى الاف بتساوي 100 على 2 بتساوي 50 هرتز. يبقى انا عرفت الاف ب50، وعرفت ان الماكس ب200. ماشي، عايز الزمن لما توصل ل 100 فولت. 100 فولت دي مش الماكس، انا ممكن احلها اقول نص القيمه العظمى، وبالتالي النص بيحدث عند الزاويه 30، واقول واجيب الزمن اللي جوه ال 30. بس تعالوا كده نتعامل عشان ممكن يديني رقم مش النص. هقول الـ EMF انست
بتساوي ال اي ام اف ماكس ساين سيتا. اعوض الانست اللي عندي لحظية ما هيش الماكس 100، والماكس عبارة عن 200 ساين سيتا. يبقى الساين سيتا هساوي البعيد على القريب، يعني 100 على 200 يعني نص، شيفت ساين نص تطلع السيتا ب 30. هل هو عايز السيتا؟ لا، هو عايز الزمن اللي حصلت فيه المية، يعني الزمن الزاوية اللي الزمن موجود جوه الزاوية جوه ال30. هنقول السيتا بيساوي 2 باي اف تي، يعني ال30 بيساوي 2 في 180 في 50 في تي. يبقى التي بتساوي 30 على 2 في 180 في 50 بتساوي 1/600 من الثانية. ندور في الاختيارات، هنلاقي الاختيار رقم ج 1/600 من الثانية. السؤال رقم 180، ملف حث عدد لفاته 400 لفة. يبقى احنا عندنا عدد اللفات ب 400 لفة. معامل حثه الذاتي ال L بتساوي 8 ملي، يعني 8 × 10^3 عشان احول الملي هنري لهنري. فاذا كان التغير في شدة التيار المار بالملف خلال فترة زمنية معينة 5 ملي امبير، يبقى الدلتا اي بتساوي 5 × 10^3 امبير. ماشي، فان التغير في الفيض المغناطيسي المتولد عبر الملف خلال نفس الفترة الزمنية بيساوي ايه؟ يبقى هو عايز الدلتا فاي. هنستخدم انهي قانون؟ الاي ام اف المتولدة في الملف بالحث الذاتي بتساوي ال في دلتا اي على دلتا تي سالب، وفي نفس الوقت الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي على دلتا تي، ودي بتساوي سالب ال في دلتا اي على دلتا تي. الدلتا دي هتروح مع الدلتا تي، والسالب هيروح مع السالب، ونعوض تعويض مباشر ال ان ب 400 والدلتا فاي مجهولة، وال عندنا ب 8 × 10^3 والدلتا اي 5 × 10^3. هتطلع الدلتا فاي ب 10^7 وبر. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم الف 10^7 وبر. السؤال اللي بعده 181، المحول المثالي تكون النسبة بين باور اس وباور بي، طبعا 1:1، لان لما يكون محول مثالي يبقى الطاقة اللي عند الملف الابتدائي بتساوي الطاقة اللي عند الملف الثانوي، تبقى القدرة اللي عند الملف الابتدائي بتساوي القدرة اللي عند الملف الثانوي. يبقى الإجابة رقم ألف هتبقى معلش سؤال الإجابة رقم جيم تساوي 1. يبقى المحول المثالي النسبة بين باور اس باور بي هتساوي 1، يعني الإجابة رقم جيم. نشوف السؤال اللي بعده 182، الشكل المقابل يوضح أحد تصميمات الدينامو فيكون التيار الناتج. الأهم حاجة أشوف الدينامو متوصل بإيه. لو دينامو متوصل بحلقتين يبقى التيار الناتج متردد، لو دينامو متوصل باسطوانة مشقوقة إلى نصفين يبقى التيار الناتج موحد الاتجاه، ولكن التيار اللي جوه الملف مازال متردد. يبقى احنا دلوقتي من الشكل اللي قدامنا بيقول الآتي، إن التيار في الملف متردد أما التيار في الدائرة الخارجية موحد الاتجاه. ندور على الكلام في الاختيارات، نلاقي الاختيار رقم ج إن في ملف الدينامو متردد وإن في المقاومة الخارجية موحد الاتجاه. يبقى الإجابة رقم ج. سؤال رقم 183، الشكل المقابل يوضح أحد تصميمات المحرك الكهربي، فالمكون دون المكون إكس عايز يعرف المكون دون مين، بحيث يخلي الضلع A B في خارج الصفحة. تمام، طيب احنا هنتعامل ازاي؟ اولا احنا عارفين ان دون محرك كهربي، وتحولات الطاقة في المحرك الكهربي بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية. يبقى المكون دون هو اللي هيسبب الحركة، يبقى اذا هو ده مصدر الكهرباء الطاقة الكهربية، فهو يا اما الف يا اما ب يا اما دال، ده مصادر التيار الكهربي. يبقى الجيم مستبعدة. طيب احنا بنقول ان المحرك ان الفرشيتين بيتغذوا من مصدر مستمر، وبالتالي انا استبعدت دال واصبح عندي الاختيار بين الف وب. طيب هعرف بقى البطارية طريقة توصيلها في المكان دون بالمنظر ده ولا المنظر ده؟ استخدم قاعدة فيلمنج ليد اليسرى في تحديد اتجاه التيار ماشي ازاي. اولا انا عندي كده المجال هيتحرك من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، والقوة للخارج، اذا التيار لاسفل، التيار ده لاسفل، ماشي كده التيار في الدائرة الخارجية، التيار كده مروح 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 على مين؟ على السالب. يبقى جاي، يبقى ده الموجب، يبقى عشان يجي من الموجب بيروح على السالب، يبقى الضلع ده السالب.
إيه؟ طب ماشي، فين بقى البطارية؟ يبقى الشكل ألف، لأن هو لما أوصلها هيبقى السالب الناحية دي، يبقى كده صح، يروح يطلع من الموجب يروح على السالب، يبقى الاختيار رقم ألف. السؤال 184، محول رافع للجهد، النسبة بين عدد لفات الابتدائي للثانوي 1:4، فإذا وصل الملف الابتدائي ببطارية قوتها الدفع الكهربية 3 فولت. خلاص خلصان. ليه بقى؟ ازاي توصل لي المحول الكهربي ببطارية؟ ما تكملش قراية السؤال. المحول لا يعمل مع التيار المستمر، المحول محتاج مصدر متردد، وبالتالي الاي ام اف اللي انت هتسألني عنها بصفر لانه مش شغال، فاختار الاختيار د. يبقى دايما لما يكون عندي في الاختيارات في صفر ارجع تاني اقرا السؤال كويس. نيجي للسؤال 185، أي من الأشكال التالية يعبر عن تجربة لا يتولد بها تيار مستحث؟ إمتى ما يتولدش تيار مستحث؟ إذا كان المجال الذي يخترق الملف غير متغير. وإمتى يكون غير متغير؟ لما كانش في حد بيقرب ناحية التاني، في ثبات. هنا ده الملف اللي بيتحرك ماشي، يجي فيه تيار مستحث. طيب هنا المغناطيس بيتحرك ماشي، يجي فيه تيار مستحث. هنا الاتنين بيتحركوا بنفس السرعة. يعني إيه بنفس السرعة؟ يعني ده بيبعد خطوة وده بيقرب منه الخطوة اللي بعدها، يبقى هنا في ثبات، يبقى الشكل ج هو اللي مش هتولد فيه تيار مستحث. طب الشكل د هيتولد، لان ده بيبعد خطوه وده بيبعد خطوه، يعني اكنه بعد عنه خطوتين، يعني هنا في ام اف مستحث، يبقى الاختيار هنا الشكل جيم.